بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم تاني ان شاء الله مع درس مهم. ناس كتير سألت عنه، ناس كتير واجهت مشاكل جدا كبيرة في الموضوع ده، وهو ازاي اصمم تمبلت او تصميم موقع بطريقة صحيحة منظمة. كتير جدا مشاكل شفتها مع ناس، ومشاكل واجهت ناس، وحاجات معقدة جدا كانوا بيعملوها بطريقة غلط. هحاول النهاردة ان شاء الله في التصميم التمبلت الموجود في الدرس ده ان اصلح الغلطات دي للناس ويتفادوا اي مشكلة تواجههم. علشان اعمل تصميم بطريقة صحيحة قبل ما يكون هو جميل وفخم وجودة عالية، لازم يكون هو منظم، لازم كل شغلي يكون منظم بحيث انا استفيد، واي شخص يعدل على التصميم بعد يستفيد. علشان شغلي يكون منظم لازم امشي على خطوات مرتبة وسليمة. هنبدأ ان شاء الله نتكلم عن اول خطوة، وهي الاستراكشر الخاص بالتمبلت او البنية الخاصة بالتمبلت، محتوى التمبلت، المجلدات اللي هيكون فيها الشغل بتاعي كله. في اي تمبلت في الدنيا عندي ملفات سي اس اس كتير، او ملف واحد، او على حسب التمبلت. فعلشان ما اشوفش زي ما ناس كانت عاملة ان هي تحط ملفات سي اس اس بره وملفات الجي اس بره وكل حاجة بره، كل شيء يكون في فولدر منظم بحيث التمبلت يكون شكله منسق ومريح لاي شخص يشتغل عليه. اول فولدر هنعمله النهارده اللي هو السي اس اس، اللي هنحط فيه ملفات السي اس اس كلها. عندنا جنب السي اس اس عندنا الجي كويري، واي مكتبه بتعتمد على الجافا سكريبت وملفات الجافا سكريبت نفسها. كل الحاجات دي اللي امتدادها دوت جي اس لازم يكون ليها مجلد اسمه جي اس، او اي اسم جافا سكريبت، او حسب ما انت تفضل ان هو يكون مخصص لملفات الجافا سكريبت كلها. عندنا مجلد تاني اللي هو مجلد الصور، اللي هو اسمه images، او اي اسم images photos، اي حاجة تعبر عن الصور. ده هيكون فيه الصور الخاصة بالتمبلت بالموقع، يعني اللوجو، الايكونز، اي حاجة فيها صور هتكون موجودة فيه. وعندنا حاجة اسمها فونتس. معظم دلوقتي المصممين بيستخدموا ويب فونت، الفونتس اللي هي مش موجودة في الأجهزة الخاصة بالناس اللي بتتصفح الموقع، كتير جدا بيستخدموها. الفريم ورك اللي زي البوتستراب وزي السيمانتك بتستخدم فونت زي كده، فبيكون في مجلد للفونت. كده أنا نظمت شغلي وحطيت الحاجة بتاعتي كلها في المكان السليم، وبره هيكون ملف الاندكس اللي بيستدعي كل الكلام ده. وكده إن شاء الله نكون خلصنا أول خطوة في إن أنا أعمل تمبلت تصميم فخم وصحيح ومنظم جدا. وندخل ان شاء الله على الخطوة التانية. الخطوة التانية ان شاء الله هتكون ان انا ابدأ اعمل الملفات اللي هشتغل عليها. اتكلمت كتير عن موضوع المحررات الذكية، وكلمت كتير وقلت للناس يا جماعة ابعدوا عن الدريم ويفر والمحررات اللي هي بتخليك مبتدئ، واستخدم محرر يخليك تعمل كل حاجة من الصفر عشان تتعود على كل شيء. احنا هنا هنعمل كل حاجة من الصفر عشان كل شيء نكون فاهمينه، وكل حاجة نعرف هي بتعمل ايه. انا هبدأ النهاردة بإذن الله هعمل صفحة ال HTML كاملة، وهعملها من الصفر. عندي هنا المجلد بتاعي اللي هو فيه المجلدات الخاصة بالتصميم، وهعمل صفحة index.html اللي هي فيها الصفحة الرئيسية للتمبلت بتاعي. هخلي ترميز الصفحة UTF للناس اللي بتشتغل على الكومودو، وهخلي نوع الصفحة HTML5، وهبدأ أكود الصفحة بالطريقة الصحيحة. وهحاول بإذن الله إن الواحد يكون فيه معلومات في النص. ناس كتير سألتني عن الدوك تايب ليه بتتكتب كابيتال، هي دي الطريقة الصحيحة ليها، عشان لو اتكتبت سمول بتعمل مشاكل مع الـ XML واللغات المارك أب التانية لو ربطتها بالصفحة دي. دي الطريقة الصحيحة ليها، ومفيش مشكلة لو كتبناها كده يعني. بعد الدوك تايب اللغة الخاصة بالصفحة، ولتكن مثلا انجلش او اي شيء على حسب يعني اللغة اللي احنا هنعمل بيها التمبلت بتاعنا. بعد التمبلت عندي واسم الهيد، بفتحه واقفله. بعد الهيد عندي جسم الصفحة، برضو بفتحه وبقفله. جوه الهيد عندي اول حاجة لازم نكتبها هي الترميز الخاص بالصفحة، اللي هو الكاركتر سيت. والكاركتر سيت عندنا هنا هو الترميز العالمي
اللي هو اليو تي اف، اللي هو بيشتغل عليه كل شيء بدون اي مشاكل حتى العربي. ده الترميز المفضل دلوقتي واللي كل الناس بتشتغل بيه. بعدين التايتل بتاع الصفحة وهو عنوان الصفحة هنسميه our template، او الاسم اللي انتوا تفضلوه. بعد التايتل هنبدأ نستدعي ملف السي اس اس اللي احنا هنشتغل عليه. ملف السي اس اس عندنا بعمل link real بيساوي style sheet، اللي هو علاقة الملف بالصفحة. الناس اللي بتشوف كورس السي اس اس اللي بعمله هيفهموا كل حاجة في الرابط اللي انا فيه دلوقتي ده. مكان الملف فين؟ احنا اتفقنا ان احنا حطينا هنحط ملف سي اس اس جوه مجلد اسمه سي اس اس، فهكتب سي اس اس سلاش اسم الملف اللي انا هعمله، هسميه مثلا main dot css. ده اسم الملف اللي انا هحط فيه ستايل، احط فيه كل الستايلينج بتاع الصفحة، اسمه main dot css. وبعدين هفتح ملف جديد في برنامج الكومودو وهسيفه بالاسم ده جوه مجلد سي اس اس، هسميه main dot css. كده انا ربطت الملف اهو بالصفحة، موجود عندي main dot css والملف نفسه موجود جوه سي اس اس اهو بالشكل ده. تمام. بعدين عندي عملت انا ملف سي اس اس، وبعدين لو افترضنا ان انا عندي ملف جافا سكريبت عايز اكتب فيه حاجات معينه، هعمل سكريبت سورس بيساوي اسم الملف السكريبت مثلا وليكن بلجنز دوت جي اس. الملف ده انا حاطه بره؟ لا، انا حاطه جوه فولدر اسمه جي اس، فهعمل جي اس سلاش بلجنز دوت جي اس، وبعدين هقفل واسم السكريبت بالشكل ده. كده يبقى انا فاضل لي اعمل ملف اسمه بلجنز دوت جي اس جوه مجلد جي اس، هعمل ملف جديد بالكومودو وبرده هسيفه باسم بلجنز دوت جي اس بالشكل ده. تمام. كده انا عملت ملف البلجنز اهو، وعملت ملف سي اس اس اللي هو اسمه مين جوه سي اس اس اهو، والملف البلجن جوه جي اس اهو، مظبوط كل شيء كده لحد دلوقتي سليم. وهنقول معلومه بسيطه جدا هنا، كل المبرمجين العالميين والناس الديفلوبر بتوع ياهو وبتوع جوجل بينصحوا ان انت تحط وسم السكريبت قبل نهايه البودي هنا في الحته دي. والنصيحه دي معروف هي ليه؟ لانه عايز الصفحه بتاعتك تحمل تماما قبل ما ملف الجافا سكريبت يبدا يحمل، وده بيسرع لك الصفحه بتاعتك جدا، وده شيء جميل وما فيهوش اي مشكله. كده دي الخطوه الثانيه، عملت انا البنيه الصحيحه لصفحه ال HTML5 واستدعيت الملفات اللي انا هشتغل عليها، وعملت صفحه فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وهشغل الصفحه وليكن بالشكل ده. الصفحه فاضيه مكتوب our template اللي هو التايتل بتاعنا، ونكتب جوه الصفحه مثلا باراجراف بسيط نكتب فيه كلمه ويلكم، ونعمل ريلود، كل شيء عندنا سليم. وهفتح السورس بتاعي هلاقي كل الاكواد بتاعتي سليمه وما فيهاش مشكله، والصفحه منسقه وكل حاجه مستدعيه تمام. دي ان شاء الله الخطوه الثانيه اللي احنا نتكلم عنها، اللي هي البنية الصحيحة لصفحة ال HTML5. قبل ما نقفل الخطوة التانية لازم نعرف الكومنت، ولازم يا جماعة نشتغل على الكومنت. وما عندكش مشكلة لو كتبت 1000 كومنت في الصفحة، في سبيل ان انت تنظم شغلك، وفي سبيل ان اي شخص يشتغل بعديك يعرف شغلك صحيح ولا مش صحيح ويقدر يعدل عليه. لو جينا احنا هنا وعملنا كده مثلا وكتبنا مين مثلا ميتا رولز مثلا، هنا الكومنت بيتكلم عن يعني اقدر بكل كومنت احدد الحاجه دي ايه. ده بيريحني وبيريح الناس اللي بتشتغل بعدي، وبيفكرك لو انت صفحتك كبرت جدا يفكرك بالحاجه دي. هكتب هنا مثلا مين ستايل فايل بالشكل ده، او مين سي اس اس ستايل فايل مثلا. كل حاجه اقدر اكتب لها كومنت ما عنديش مشكله، يعني ده هينظم شغلي ومش هيخسرني اي حاجه. هكتب ماي جي اس بلجنز بالشكل ده عشان اعرف كل حاجة هنا هي عبارة عن ايه. الكومنت هيفيدني جدا في سي اس اس وفي ال HTML وفي الجافا سكريبت. الكومنت دايما مفيد، بيفيدك وبيفيد الشخص اللي بيشتغل بعديك، وبيخلي شغلك منظم ويعرف ان اللي بيكود ده محترف. وبإذن الله نكون خلصنا الخطوة التانية، ونستعد ان شاء الله للخطوة التالتة. ندخل مع بعض في الخطوة التالتة، وهي المكتبات اللي احنا هنشتغل بيها في التصميم. كل تصميم يا جماعة في عندنا مكتبات ممكن تفيدنا فيه.
في حاجات ما ينفعش نعيد اختراع العجلة ونعملها من جديد. في حاجات زي الفريم ورك اللي هي بتوفر عليك كتير جدا من الجهد والوقت، في حاجات بتكون جاهزة، في حاجات بتصلح لك مشاكل في صفحتك. هنبدأ نشوف بعض المكتبات اللي ممكن نستخدمها ونبدأ نشوف نستخدمها ازاي. اول مكتبة عندنا، انا ما استدعيتش اي حاجة وكل حاجة هبحث عنها معاكم عشان كل شخص يشوف الحاجة بالطريقة الكاملة. اول حاجة عندنا النورماليز. مكتبة النورماليز دي هي البديل الصحيح للريست. في ناس كتير جدا بتستخدم الريست، والريست وحش جدا ومش مفيد زي ما انتم متخيلين، بالعكس هو بيبوظ التصميم تماما، لانه بيصفر كل حاجة، بيخلي الهيدنج زي الباراجراف زي الكلام العادي، وصعب جدا في الديباج ان انا افضل اشوف مشاكله فين. النورماليز هو المكتبة الصحيحة اللي انت تستخدمها في تصميمك. دي مكتبة النورماليز. ودليل على كلامي، تعالوا ندخل على اي فريم ورك عالمي زي البوتستراب، هتلاقوه بيستخدم مكتبة النورماليز مش بيستخدم الريست. تعالوا ندخل على تمبلت عالمي زي البويلر بليت، بيستخدم النورماليز. كل دول الناس دي مش غلط، بيستخدموا الحاجة الصحيحة. هناخد النورماليز ده كله كابي، ونفتح صفحة جديدة نحط المحتوى فيها، ونسيف الصفحة جوه السي اس اس باسم مثلا normalize.css. دي مكتبة النورماليز كده عندي، وابدأ استدعيها. هستدعي مكتبة النورماليز هنا مثلا قبل السي اس اس فايل بتاعي، سميها بنفس اسمها normalize.css. ولو عملت ريلود للصفحة هتلاحظوا ان هو بيظبط لي الخطوط وبيلغي لي البادنج والحاجات اللي هي البودي وصفحة ال HTML بتعملها باي ديفولت يعني. طيب استدعيت انا النورماليز، واقدر بالكومنت زي ما اتفقنا هكتب very nice مثلا reset، يعني كتعريف بيه. لاحظوا معايا كل حاجة اعمل لها كومنت، عشان ممكن شخص يجي بعديه يبص ايه النورمالايز دوت، هو مش عارف ايه النورمالايز. الكومنت هيفهمه، الكومنت هيفهمه انا ليه استخدمت الحاجة دي، او انا ليه حاططها هنا، او انا نفسي بعد سنة او حاجة لو رجعت للتمبلت ابقى عارف ايه المكتبة اللي انا استخدمتها. يمكن اعمل ملف صغير وانا مش فاهم هو بتاعي، اروح كاتب الكومنت عشان يفهمني. استخدمنا دلوقتي النورمالايز. عندي حاجة تاني كويسة جدا اقدر برضو استخدمها، وهي اسمها ال HTML5 Shave. المكتبة دي اللي قدامكو دي بتخليك تستخدم السيمانتك الخاص، بتخليك تستخدم السيمانتك الخاص بال HTML5. ايه هو السيمانتك الخاص بال HTML5؟ اللي هو الحاجات اللي زي كده، اللي هو احنا هنلغي الباراجراف ده خلاص، اللي هو كده header slash header، اوكي footer سلاش فوتر، مثلا ناف سلاش ناف. متهيألي دول احسن كتير من الديف، واحسن كتير من العناصر دي، وعندي عنصر اسمه سيكشن، وعندي اسايد. الحاجات الخاصه بال HTML5 دي هتفيدك جدا في تنظيم شغلك، هتفيدك في السيو، هتفيدك في محركات البحث، تفهم المحتوى بسرعه اسرع من الديف، وليها ميزات كتيره جدا. ال HTML5 شيف ديت بتخلي لي العناصر دي الانترنت اكسبلورر يتعرف عليها. بدون المكتبة دي الانترنت اكسبلورر مش هيفهم ايه هي العناصر دي، وهيعمل لك مشكلة. فالمكتبة دي مهمة جدا ان انا استعملها. طيب انا هعمل لها داونلود زي ما انتم شايفين، وبعدين هحط الكود الخاص بيها، وهنبص على الكود مع بعض. هحط الكود بعد سي اس اس خالص. اي جافا سكريبت لو هتحطها في الهيد يبقى تحطها بعد، لو يعني لو تحطها في الهيد مش في البودي تحت خالص، يبقى تحطها بعد السي اس اس مش قبله، وده الصح. هنا هو بيقول لي في حاله الانترنت اكسبلورر استدعي الملف، يعني ما تستدعيهوش على طول، لان المتصفحات اللي هي المودرن زي الجوجل كروم والفايرفوكس والاوبرا والحاجات دي مش محتاجه السكريبت ده، لان السيمانتك دي متعرفه فيها. لكن الانترنت اكسبلورر محتاج، فانا بقول له في حاله الانترنت اكسبلورر اعمل لي استدعاء ليها. وهنا بدل ما انا هكتب الديست دي الديستريبيوشن اللي هو اللينك بتاعه، هكتب جي اس عشان احط الملف عندي جنب الملفات الجافا سكريبت التانية جوه مجلد جي اس،
وبعدين هنروح ناخد الملف ده مثلا، الملف اهو عندي جوه الديست، عندي الملف اهو عادي وملف مينيفايد. المينيفايد ملف مضغوط من نفس النسخة، انا مش محتاج العادي، انا هاخد المينيفايد زي ما هو واحطه عندي في الجي اس، وهاخد اسمه كابي واحطه في اللينك اهو كده. دي النسخة المينيفايد. كده انا استدعيت المكتبة دي، كده عندي كله هيفهم، كده الانترنت اكسبلورر هيفهم الكلام ده كله لوحده بدون اي مشكلة، هيفهم الهيدر وهيفهم السكشن وهيفهم الناف والكلام ده كله. طيب عندي حاجة تاني مهمة جدا الحقيقة ما تنفعش من غيرها، وهي الجي كويري. طبعا لا بديل عن الجي كويري ان انا استخدمها في موقع، مفيش موقع دلوقتي ما فيهوش جي كويري. عندي مكتبة، المكتبة الكومبريست المضغوطة، والناس اللي متابعة كورس الجي كويري هيفهموا الفرق بينهم. لو انا هعدل عليها هختار الان كومبريست، لو انا محتاج اعدل عليها، انا مش محتاج، انا هستخدم المكتبة زي ما هي. فهاخد الملف ده اللي هو الكومبريست المضغوط هحطه في الجي اس زي ما هو كده، بس هنسخ اسمه عشان استدعيه. حطيته في الجي اس وهرجع هنا للكود وهاجي استدعيه من هنا، وبرضه هكتب له كومنت عشان الناس تبقى عارفة، هكتب عليه جي كويري لايبراري، مكتبة الجي كويري مثلا، وتحت هنا سكريبت سورس بيساوي جي اس اللي هو مجلد جافا سكريبت عندي سلاش اسم الملف اهو، وبعدين سلاش سكريبت. كده انا استدعيت الجي كويري وعندي ملف بلجنز هكتب فيه اكواد جي كويري خاصة بيا، وعندي ملف ال HTML 5 شيف اللي اتكلمنا دلوقتي عنه. ولو جيت دخلت على الجافا سكريبت هلاقي الثلاث ملفات موجودين اهم في التصميم عندي. كده انا استدعيت المكتبات دي كلها. طيب في مكتبة هنستخدمها برضو في التصميم عندنا تاني هتفيدنا جدا، اسمها فونت اوسم. فونت اوسم دي مكتبة اسطورية جميلة جدا جدا جدا، بتعمل لك الايكونز على هيئة فونت، يعني بتخلي لك الايكون اللي انت بتشوفها في المواقع دي كلها على هيئة فونت. فونت تقدر تعدل عليه، تكبر مساحته، تغير لونه من الكود. والميزة زي ما هم كاتبين هنا انفينيتي سكيلابل، يعني مهما كبرت مهما عملت فيها الى ما لا نهاية هتلاقي الايكون شكلها جميل ومفيهاش اي مشكلة. شوفوا لو عملت زوم الى ما لا نهاية كده، لاحظوا معايا الايكون شكلها جميل مفيهاش اي مشكلة، ما خربتش. لو جربتوا الموضوع ده في الصور والايكون الصغير هتلاقوا الصورة باظت لما تكبر بالشكل ده. طيب هنحمل المكتبة داونلود عندنا وبرضو نشوف ازاي نستدعيها. هعمل لها، هفك المكتبة كده وبعدين اجي اشوف ايه المحتوى بتاعها. المكتبة زي ما انتم شايفين جواها CSS وفونتس وليس وSCSS. المكتبتين دول للناس اللي مش بتستعمل CSS احنا مش هندخل فيهم دلوقتي لانها حاجات متقدمة جدا. احنا هيهمنا هنا CSS والفونتس. جوه CSS عندي المكتبة العادية الفونت اوسم العادية، والمكتبة المينيفايد بتاعتها اللي هي نفس النسخة بس مضغوطة، يعني انت تقدر تستعمل العادية لو حبيت ان انت تعدل فيها، والمضغوطة صعب شوية التعديل فيها. تعالوا نفتح الاثنين عشان برضو في ناس مش عارفة ونشوف. العادية شايفين تقدر تقراها الكلام واضح تقدر تعدل عليه، المضغوطة شايفين عاملة ازاي كلها على سطر واحد محدش يقدر يعدل عليها بسهولة وصعبة جدا، معمولة للاستخدام المباشر تستخدم على طول. يبقى احنا هنستخدم عندنا هنا هنستخدم المكتبة اللي هي المينيفايد المضغوطة. فهاخد النسخة دي هحطها فين؟ في السي اس اس عندي هنا، ادي سي اس اس، واجيب اسمها عشان استدعيها، واجي هنا في الكود عندي واحطها هنا بعد الريسيت مثلا، وهكتب عليها عشان اللي يشوف التصميم يعرف، هكتب فونت مثلا لايبراري، مكتبة فونتات عشان اللي يشوفها يكون عارفها. ممكن شخص يفتح المكتبة ما يعرفش دي عبارة عن ايه او انا حطيتها ليه، لازم اكون موضح كل حاجة. اللينك الخاص بيها جوه مجلد css slash اسم الملف، وهكذا استدعيت انا المكتبة. هكتب فونت ايكون عشان تبقى واضحة. كده انا استدعيت الفونت اوسم دي اللي هي المكتبة. هل المكتبة دي استدعيها بس كده؟ لا، المكتبة دي معاها مجلد اسمه فونتس جوه الملفات الويب فونت دي، الملفات دي من غيرها المكتبة ما تشتغلش. هاخد الملفات دي كلها واحطها فين؟ في مجلد فونت عندي.
بس لاحظوا معايا حاجة، انا هعمل فونت سمول زيهم بالظبط، والافضل ان انتوا كل حاجة اصلا تعملوها سمول بالشكل ده عشان هو المكتبة تبان صح. وهنخلي الصفحة الخاصة بالمكتبة هنا، لما ندخل في مرحلة التصميم هنشوف ازاي نستعمل الحاجة دي في التصميم عندنا. ريلود طبعا صفحتنا ما فيهاش اي حاجة، كده احنا استدعينا الحاجات، هنراجع عليها قبل ما ندخل في الخطوة اللي بعدها. عندنا النورماليز، وعندنا الفونت اوسم، وعندنا الملف بتاعي العادي، ثلاث ملفات سي اس اس. هدخل على سي اس اس هلاقي الثلاث ملفات اهم، يستحسن نخليهم سمول كله، انا عملتهم كابيتال علشان انا بحب الكابيتال، خليهم سمول كلهم بالشكل ده اهو مفيش مشكله. دول الثلاث ملفات بتوعي. الجي اس عندي في ثلاث مكتبات، الاتش تي ام ال 5 شيب والجي كويري وملف بلجنز انا هكتب فيه الحاجات الخاصه بيا. ادي ال HTML 5 شيف، تحت شوية ادي الجي كويري، ادي الملف بتاعي، كده كل ملفاتي مستدعية تمام، كل حاجة عندي سليمة. وفاضل ان انا ادخل على المرحلة اللي بعدها اللي هي تصميم اللي اوت. كده ان شاء الله تكون الخطوة دي بسيطة عشان ندخل بقى في التصميم. المرحلة الرابعة عندنا بتتكلم عن اللي اوت. اللي اوت ده يعني قبل ما تصمم موقعك خططه، اعمله تخطيط زي المهندسين قبل ما بيصمموا العماره على الطبيعه بيعملوا لها تخطيط. احنا هنعمل في الموقع تخطيط، هنخطط الموقع بدون الوان بدون اي شيء، عباره عن بوكسات بس جنب بعض بالترتيب اللي انا عايزه، مجرد تخطيط. اول حاجه عندي انا في طريقتين، اما اني اعمل موقع بتاعي فول سكرين يملى الشاشة كلها، او اعمل موقع بتاعي محجم بس على قد الشاشة والباقي فراغات وهكذا. انا هعمل النهاردة المثال اللي هو الموقع متحجم بحجم الشاشة. هعمل عندي اول حاجة ديف كلاس بيساوي كونتينر، كل شخص حر في الاسم اللي هو يختاره، بس يكون اسم فريندلي نيم، الاسم يكون معبر عن الحاجة اللي انت بتتكلم عليها، ميكونش اس واحد اس اتنين، يكون حاجة معبرة عن التصميم او معبرة عن الوظيفة اللي انت هتعملها لها. الكونتينر ده هيكون الحاوية اللي هتمسك لي الموقع كله. جوه الكونتينر ده هيكون عندي هيدر سلاش هيدر، بعدين الكونتنت الخاصة بالموقع، وبعدين الفوتر، وبعدين وليكن مثلا او الكوبي رايت حقوق الموقع نخليها جوه الفوتر مفيش مشكلة. الكونتينر ده هيحتوي الحاجات دي كلها. علشان اخلي الكونتينر في النص، اول حاجة طبعا هفتح ملف CSS عشان ابدأ اكود جوه المين فايل، هو اللي هيكون فيه الحاجة بتاعتي. عندي انا هنا مين رولز، كل حاجة طبعا اتفقنا هنكتب لها كومنت، ونختار start و end عشان اعرف البداية والنهاية فين. اول حاجة عندي الرول الاساسية اكتبها في الاول، الرول الاساسية اللي هي الحاجات العامة اللي هي البودي الاتش 1 الاتش 2 الباراجراف، الحاجات اللي انت هتعملها عامة الجنرال اللي بتمشي على الموقع كله. وعندي هنا بعد ما اخلص المين رولز اكتب الحاجات التانية وامشي عليها بالترتيب. عندي start و end هنا للمين رولز. اللي عايز اقوله يا جماعة امشي على موقعك بالترتيب، ما تحطش حاجة فوق تتلخبط مع حاجة تحت. هبدأ من الهيدر انزل لحد الفوتر، امشي بالترتيب الصحيح. طيب انا هبدا عندي اعمل للبودي باك جراوند لون زي الدي دي دوت مثلا. احنا حاليا بس هنقسم الموقع ليس الا. هنا الكونتينر هيكون طبعا في المين رولز لانه حاجه عامه، وهنا هعمل مثلا هيدر ستارت هيدر واند هيدر، والباقي كله هنسخ منه نفس الحاجات دي. عندي هنا الكونتينر هيكون حجمه العرض بتاعه 940 بكسل عشان يجي على قد الشاشه بالظبط، وهعمل له مارجن مثلا 20 بكسل اوتو علشان يجي في نص الصفحه بالظبط، ويعمل من فوق مارجن الهامش اللي فوق الخارجي 20 بكسل ومن تحت 20 بكسل. وبعدين هنديله لون ابيض علشان الحدود تبان، حدود اللي اوت تبان قبل ما نبدا نصمم. وبعدين هنروح على الموقع نشوف شكله.
الموقع اهو، الكونتينر طبعا فاضي مش هيبان فيه اي حاجة لاني ما كتبتش فيه اي حاجة، كل الحاجات دي فاضية تمام. طيب انا هديله هنا هايت، لكن الهايت ده انا هشيله تاني وليكن 1000 بيكسل علشان بس مجرد يبان شكله مش اكتر. ده شكل الموقع اهو، طبعا ما فيهوش اي حاجه لسه، مجرد تخطيط. ونبدا نخطط الحاجات اللي جواه. كل الهايت دي يا جماعه هنشيلها كلها، هنشيلها مش هنستعمل هايت هنا خالص، لكن هنا انا الاول بخطط الموقع هيكون شكله ايه. هعمل هيدر، لاحظوا معايا السيمانتيك هيدر الخاصه بال HTML5 ما فيهاش دوت، لان هي الوسم اسمه هيدر على طول، مش ديف كلاس هيدر، اسمه هيدر سلاش هيدر، فبيكتب بالشكل ده. الهيدر عندي هعمله لون، والتاني لون بعديه، والتالت لون بعديه مختلفين عن بعض بس عشان اشوف الشكل. الهيدر هعمل له الهايت بتاعه مثلا 100 بكسل، واللون لون مثلا زي اللي هو مثلا AA3A بالشكل ده. ده الهيدر، وما اديتلوش ويدث، فطبعا هياخد الفول ويدث الخاص بالكونتينر اللي هو فيه. وبعدين عندي بعد الهيدر هاخد منه نسخة تاني، وبدل الهيدر هسميه كونتنت، وهنا هكتب دوت كونتنت ده المحتوى بتاعي، وهعمل الهايت بتاعه كبير شوية يكون مثلا 500، والباك جراوند بتاعته هتختلف شوية برضو بي 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 مثلا اند كونتنت، وهاخد منه نسخة تالتة للفوتر. فوتر الهايت برضو هيكون 100، واللون هنا 3C. وبعدين نعمل ريلود ونشوف. ده الموقع عندنا كتخطيط، مش مهم اللي هو الكونتنت، مش مهم عندنا دلوقتي اللون الخاص بيه، احنا يهمنا التخطيط نشوف شكله. ممكن هنا الغي من الكونتنت الهايت بالشكل ده، اصبح ملوش هايت، والحاجات اللي جواه هي اللي ليه هايت وطالعه بالشكل اللي قدامنا ده. هنبدا نخطط باقي الحاجات. باقي الحاجات الخاصه بينا هتكون جوه العناصر دي نفسها. نبدا بقى نعمل كومنت عشان الناس ما تتلخبطش والناس تكون شغلها سليم. ده الهيدر هعمل كده ستارت هيدر، وهنا نفس الموضوع اند هيدر. ده الهيدر عندي هيكون جواه حاجتين، جواه لوجو هعمل له ديف كلاس بيساوي لوجو، وبعد اللوجو هيكون عندي الناف، الناف اللي هو فيه اللينكات الخاصة بالموقع، هعمل ناف سلاش ناف. ده هيكون جواه اللينكات اللي هي احنا هنحطها هنا في الموقع. تمام، عملنا الهيدر وهنحجم اللوجو والناف دلوقتي عشان نشوف الشكل، وهنعمل لهم الوان مختلفة. نبدأ بقى نعمل نظام النستنج اللي هو هينظم لنا شغلنا وميخلناش نتلخبط. هيدر دوت لوجو، ده اللوجو الخاص بينا، هنعمل له هايت مثلا 100 بكسل، نفس الهايت بتاع الهيدر، وهعمل له باك جراوند لون مثلا وليكن لون زي ده 6-7، وهعمل واحد تاني للناف هيدر ناف. ده الناف اللي هو جوه الهيدر، هديله برضو هايت 100 بكسل، واللون الباك جراوند وليكن مثلا 3/8 بالشكل ده. وبعدين نشوف التصميم. الناف انا ما كتبتش جوه حاجه، اللوجو انا ما كتبتش جوه حاجه، فخدوا المساحه كلها عشان انا ما اديتلهمش ويدز. هبدا اديلهم ويدز هنا. اللوجو هديله ويدز 20% من مساحه الهيدر، والناف هديله 80% عشان الاثنين ياخدوا، كل واحد ياخد حقه من اللوجو زي ما انتم شايفين كده من الهيدر. هنا لازم نعمل ستوب. ناس كتير لسه بتستخدم مساحات بالبكسل، يعمل الهيدر 200 بكسل والتاني 300 بكسل وفجأة الاثنين 500، وفجأة يكبر الكونتينر فيرجع للهيدر يزود مساحته، ويرجع لللوجو يزود مساحته عشان يوافقوا المساحة الجديدة.
هنا لا، هنا ال 20% وال 80% ملهاش علاقة بالكونتينر الأصلي. تابعوا معايا، الكونتنت أهي، الهيدر أهو، تمام، وده الكونتينر. الكونتينر عندي مساحته 940 بكسل. لاحظوا معايا، لو أنا زودتها الهيدر جواه النافيجيشن وجواه اللوجو بيزيدوا معايا، ملهمش علاقة بيا، لأني أنا هنا قلت له 20% من المساحة أيا كانت. لو خلينا المساحة 500 بالشكل ده، 500 بكسل، هيتظبطوا برضو، مش هيبوظوا، لأن أنا قلت له 20% من المساحة. لكن لو أنا جيت قلت له 20 بكسل وده مثلا 80 بكسل، الاتنين مجموعهم 100، 100 بكسل. طب أنا لو حبيت أغير ال 100 بكسل، هرجع للعنصرين الأولانيين وبرضو أعدل مساحتهم. طبعا دي مشكلة. المساحات القياسية اللي هي بالنسبة المئوية مفيدة جدا ومهمة جدا وتريحك جدا جدا في التصميم. هنرجع تاني للشكل زي ما كان. عملنا اللوجو 20% والهيدر 80%، الاتنين عملوا 100% اللي هي مساحة الهيدر الأصلي اللي هو واخد الفول ويتس بتاع الكونتينر، اللي هو المساحة كلها، هو ده واخد منها 20 وده واخد منها 80. طيب ده بالنسبة للهيدر. هننزل تحت شوية، هنلاقي عندنا الكونتنت. الكونتنت دي هنحط فيها حاجتين. هنحط عمود على اليمين مثلا، احنا هنخلي الموقع عربي ان شاء الله، فهنحط عمود على اليمين اللي هو هيكون فيه اللينكات، وعلى الشمال البوست اللي هيكون فيها مثلا المنتجات او ايا كان. طيب هعمل ديف كلاس بيساوي مثلا سايد بار. ده السايد بار بتاعي اللي هو هيكون فيه اللينكات الفرعية، اللي هي اللينكات اللي بتبقى على اليمين في البوكس اللي على اليمين، اللي هي اقسام الموقع مثلا او ايا كانت. وتاني حاجة عندي هتكون المنتجات، هكتب عليها مثلا برودكتس اللي هي المنتجات. وبرده هنا لو حابب اكتب الكومنت، قلنا مفيد جدا ستارت كونتنت، وبعدين اند كونتنت. لاحظوا معايا التصميم منسق وجميل وكل حاجة، مستحيل حد يدوخ فيها، مستحيل تعرف او الديف اوله فين واخره فين، تتلخبط. يعني اي حاجة في الدنيا هتشوفها هتشوف اخرها فين وبدايتها فين ونهايتها فين، مستحيل تتلخبط. الكونتينر اهو نهايته اهي، كل حاجة ليها نهايتها، مفيش مشاكل خالص. طيب نبدأ ننسق السايد بار. هنيجي جوه الكونتنت نفسها، هنعمل دوت كونتنت، بعدين دوت سايد بار مثلا، هعمل له فلوت رايت. انا هنا قلت له السايد بار يعني يعوم ناحيه اليمين، فلوت يمين، وهعمل الويتس بتاعه مثلا 20% من الصفحه، ده العرض بتاعه. وبعد العرض 20% هعمل مارجن ليفت 1%. طيب هو عرضه 20 وعامل هامش من بره 1%، يبقى المجموع الكلي كام؟ 21. يبقى احنا ناقص لنا من مساحة البوكس 79% علشان المساحة تتظبط وتبقى تمام. هاجي دوت كونتنت دوت برودكت او برودكتس المنتجات، مظبوط، هعمل لها فلوت ليفت، وبعدين ويتس كام؟ 79%، اللي هي تكملة الواحد وعشرين. ومش هعمل لها مارجن لان انا عامل مارجن في السايد بار. طيب نعمل بقى لون باك جراوند مثلا، هعمل لون زي الاف 6 دوت للي هي للسايد بار، وهنا هعمل لون مختلف مثلا اف 1 بالشكل ده، ونبدأ نشوف. طيب ما عملناش هايت فطبعا مش هيبان. هايت مثلا الهايت الخاص بالكونتنت كام؟ 500 بكسل. كل الهايت ده يا جماعة هنشيله زي ما اتفقنا، احنا هنا بنقسم بس الموقع. هايت 500 بكسل، تمام. عندي السايد بار على اليمين اهو مظبوط، عندي على الشمال هنا برضو مظبوط. بعدين نشوف، ادي السايد بار اهو، وادي البرودكتس اهو، وكله تمام ومفيهوش اي مشكلة.
طيب لازم اعمل overflow hidden للكونتنت نفسه علشان يعالج الفلوت اللي هو الخاص بالعناصر اللي جواه. لو عملت بوكس وحطيت جواه عناصر فلوت رايت او فلوت ليفت، العناصر دي بتطلع بره البوكس ده. فالبوكس ده لو هو ما فيهوش هايد زي كده لازم اديله اوفر فلو هيدن عشان العناصر ما تطلعش بره. ده وسم مهم جدا ان انا اكتبه وهيعالج لنا مشاكل كتير. كده احنا عملنا لوجو، عملنا جنب اللوجو الناف، وبعدين عملنا السايد بار اللي فيه اللينكات، عملنا المحتوى، فاضل لنا الفوتر. الفوتر اهو، جوه الفوتر هيكون عندنا محتوى الفوتر وليكن حاجه بوكس طويل، وتحتيه اللي هو الكوبي رايت بتكون في سطر لوحدها. طيب هعمل ديف كلاس بيساوي مثلا انفو اللي هي المعلومات هكتبها مثلا في الفوتر، وتحت الفوتر ديف كلاس بيساوي كوبي رايت اللي هي نص الحقوق. لاحظوا معايا يا جماعه ان انا ما استخدمتش اي اي دي في الصفحه، كله كلاس، لان في ناس شفتها بتقول انه لازم الديف، لازم الديف ياخد اي دي، لازم الاي دي، الاي دي والكلاس في المتصفح واحد، الفروق بينهم ملهاش علاقة بالتصميم اللي احنا بنشوفه ده خالص. الناس اللي متابعة كورس سي اس اس اللي انا عامله ان شاء الله هيشوفوا الفرق الرهيب بينهم، وهيشوفوا ايه امتى استخدم الكلاس وامتى استخدم الاي دي. جوه الكوبي رايت زي ما انتم شايفين هكتب مثلا كلمة، او مفيش داعي للكتابة، احنا لسه مدخلناش في مرحلة التصميم والالوان، احنا كل ده عبارة عن تخطيط. هعمل start footer وتحتها end footer، وفاضل بس ننسق الانفو والكوبي رايت. تمام، هنيجي عند الفوتر هكتب footer dot info. لو ما اديتلهاش ويتس زي ما انتوا فاهمين هتاخد الويتس كله. طيب بعدين هعمل لها بس هايت، هايت 100 بيكسل اللي هو الخاص بالفوتر اللي هو قد حجم الفوتر بالظبط. وبعدين تحتها باك جراوند مثلا، يعني اي لون هنا ما عندناش مشكله فيه، ممكن ناخد لون خاص باللوجو فوق خالص زي ده مثلا 3 سبعات. وبعدين خدنا الطول وعملنا الباك جراوند، فاضل لنا الكوبي رايت اخر حاجه دوت كوبي رايت، دي نص الحقوق. هكتب الباك جراوند بتاعته، او اول حاجه الهايت مثلا 10 بكسل 20 بكسل، ده مجرد تخطيط. والباك جراوند هعمل لون غامق خالص زي التلات تلاتات ده مثلا، وهعمل ريلود. طبعا زي ما انتم شايفين طلع ازاي. الحل عشان الفوتر ما يضايقنيش ان انا اعمل له مينيمم هايت، مش بس هايت، المينيمم هايت هيخليه لي المينيمم 100 لكن يطلع، يعني لو الحاجه اللي جواه كبرت يكبر معاها، دي ميزته. فاي حاجه احنا هنا هنكبرها يعني مثلا 140 او الحاجات اللي جواه دي كلها ميزتها هتكبر معانا، هتكبر الفوتر معانا، لان انا قلت له مينيمم هايت مش هايت بس. فأي حاجة جواه هتكبر هيكبر معاها المحتوى ده. الموقع اللي انتم شايفينه قدامكم ده عبارة عن لاي اوت، هو ده اللاي اوت، هو بس خططت، عملت تخطيط للموقع، اللوجو هيكون فين، الهيدر مكانه فين، اللينكات مكانها فين. بس احنا اتفقنا ان هو موقع عربي، فهنيجي هنعمل بس تعديل بسيط، هنخلي اللوجو هنا، اللوجو اللي احنا عاملينه هنا هنخليه على اليمين والنافيجيشن على الشمال. في حاجة لازم اعملها في سي اس اس خالص قدام خالص، دايركشن اللي هو اتجاه الصفحة هخليه ار تي ال بالشكل ده. لاحظوا معايا اللوجو جه فين، ولاحظوا معايا الناف بقى على الشمال واللوجو على اليمين، وتحت اللينكات هنا على اليمين، والبوست اللي هو فيه المحتوى المنتجات الابيض ده هيكون على الشمال، والفوتر عادي جدا. وهنبدأ نصمم الموقع اللي قدامكم ده، اسمه لاي اوت، تخطيط الموقع. انا كده خططت الموقع، عرفت احط اللوجو فين وعرفت احط كل حاجه فين، لكن طبعا كشكل موقع ده مش شكل موقع، بس انا خططته كده. لما عاوز ابدا اصمم كل حاجه عندي متنظمه، مفيش، مستحيل تواجهك مشكله، مستحيل. اللوجو اهو، النافيجيشن اهي تحت خالص، السايد بار تحط اللينكات هنا، المنتجات هنا،
تنزل تحت خالص معلومات الفوتر هنا، النص الحقوق هنا، وتبدأ تصمم موقعك. مستحيل تواجهك مشكلة زي ما انا شفت كتير حد يقول لي الديف ده انا مش عارف اخره فين، الديف ده مش عارف اوله فين، في ديف عندي مش مقفول، في ديف عندي مفتوح، كل حاجة منظمة. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الخطوة دي وندخل على الخطوة اللي بعدها اللي هي فيها الشغل كله، اللي هي تصميم الموقع. طيب نبدأ التصميم ونقول بسم الله ونبدأ نشوف هنعمل ايه في التصميم. عندنا هناخده من فوق خالص لحد تحت. اول حاجة هنبدأ نحطها، اول حاجة عندنا في الصفحة هي اللوجو. هنبدأ نحط اللوجو ونبدأ نحط اللينكات اللي جنب اللوجو. اللوجو عندنا انا عندي صورة هنا، خلاص ده مش عايزينه، عندي صورة هنا اسمها لوجو، احطها في الايمج في الصور عندي. صورة عبارة عن لوجو خاص بجوجل كروم، لوجو عادي جدا، احطه عندي بس في الصفحة كشكل. كل شخص يحط اللوجو اللي هو الخاص بيه. image source بيساوي مسار الصور images slash logo dot png، وبعدين الالترناتيف اللي هو النص البديل بالصورة، ناس كتير بتنساه وهو مهم جدا في الكود، هكتب عليه كلمة لوجو عشان لو الصورة ما ظهرتش او فيها مشكلة يطلع لي النص ده بدلها. طيب عندي انا دلوقتي اللوجو، طبعا صورة حجمها كبير جدا بالشكل ده. هنيجي بالCSS نظبط حجمها، وطبعا لو انت مادام انت مصمم لازم تعمل الصورة بحجم اللوجو، اصلا تقصها على قد حجم اللوجو، مفيش داعي تكون كبيرة وتصغرها. لوجو هيدر دوت لوجو ايمج، الايمج اللي جوه اللوجو هعمل لها العرض بتاعها مثلا 200 بكسل، ومش هكتب الطول، هو هيعمل الطول لوحده المناسب لل 200 بكسل. هعمل ريلود برضو، ال 200 ما زال كبير، هعمل بس العرض بتاعها 100 لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه بالشكل ده، تمام مفيش مشكله. طيب بعد ما اعمل للصوره الويتس بتاعها 100 هعمل لها مارجن مثلا 10 بكسل من فوق، 10 بكسل من على اليمين، و10 بكسل من تحت، ومن على الشمال 0 مثلا بالشكل ده. اوكي احنا طبعا هنبدا نشيل التخطيط اللي احنا عاملينه، كل الكلام اللي قدامنا ده مش هنحتاجه في التخطيط. هنزود شويه المارجن، معانا مساحه كده، ونبدا نشيل الالوان اللي احنا مش محتاجينها دي. الهيدر عندي مكتوب هايت 100، لا انا هخليه مينيمم هايت، مينيمم هايت زي ما اتفقنا، احنا خلاص دخلنا في مرحله ان احنا نصمم. مينيمم هايت 100 يعني المساحه الاصغر مساحه ليه هتكون 100، لكن لو انا حطيت فيه عناصر طولته هيطول معايا، مش هيقول لا. بالشكل ده الهيدر طول معايا. الالوان اللي ورا دي الوان اللوجو والناف واللي احنا اصلا مش هنحتاجها. هنيجي عند اللوجو هنشيل الباك جراوند بتاعته والهايت بتاعه هنشيله بالشكل ده، هنسيب بس الويتس. هنيجي عند الناف هنشيل الهايت والباك جراوند ونسيب بس الويتس، وبعدين نتفرج. ادي الهيدر عندي جواه اللوجو، والمساحه اللي على الشمال دي مساحه اللينكات، مساحه فاضيه. اللوجو الوانه، الالوان دي حاجه خاصه بيكو، كل شخص يختار الالوان المناسبه ليه، كل شخص يختار الحاجه اللي هتنفع معاه هو. بالنسبه لي انا هنا اقدر اختار اي لون يعجبني، وليكن مثلا لون زي ده مثلا يعني. وبعدين هحط اللينكات الاول قبل ما ابدا انسق الالوان بتاعتي. جوه الناف ده انا عندي لينكات الموقع بتاعتي، هعملها في يو ال. اليو ال اللي هو اختصار لان اوردرد ليست، اللي هو لسته غير منظمه غير مرقمه. في عندنا حاجه زيها اللي هي الاو ال، الاو ال اللي هي اوردرد ليست اللي هي مرقمه 1 2 3 4 5 وهكذا. الان اوردرد ليست دي حط جواها ال اي اللي هو فيه اللينكات بتاعتي. اول لينك عندي هتكون مثلا اسمها هوم، بعدين هنعرب الكلام ده كله دلوقتي، بعدين بعد هوم اباوت مثلا، بعدين سيرفيسز مثلا، بعدين اخر واحده او خلينا نحط لينكين كمان سيرفيسز مثلا كومباني، وبعدين
كونتاكت مثلا، كونتاكت اس او كونتاكت فقط. نشوف الشكل ونبدا ننسق الشكل زي ما انتم شايفين. جه ازاي؟ جه تحتها، جه ببوليتس. طبعا احنا مش عايزين البوليتس، الناس بتستخدم الريسيت عشان تشيل الحاجات دي ومتخيلين ان هو صعب الموضوع بتاعها. الموضوع بتاعها اسهل من السهوله. هاجي في المين رولز الخاصه بالسي اس اس، اتفقنا المين رولز اللي هي الحاجات العامه اللي بتتكلم عن التصميم كله. هكتب يو ال بعدين كوما او ال، خلاص اي يو ال اي او ال عندي في الصفحه هعمل لها مارجن 0 بعدين بادنج 0، شيل منها المارجن والبادنج واقول له ليست ستايل مثلا نان، ولا هيكون ليها ليست ستايل ولا هيكون ليها مارجن ولا هيكون ليها بادنج. هو ده اللي بيعمله الريسيت. انا شايف الموضوع سهل جدا، مش محتاج ان انا احط له الريسيت عشان يعمل لي كده. طيب ده الرولز اللي بتمشي على كله. نرجع بقى هنا للهيدر وننسق الحاجات الخاصه بالهيدر نفسه. هعمل هيدر ناف بعدين يو ال لي. حد عارف دي معناها ايه؟ دي هيدر، جوه الهيدر في ناف، جوه الناف في يو ال، جوه اليو ال في لي. اللي انا هشتغل عليها دلوقتي دي هعمل لها مثلا ديسبلاي ان لاين مثلا بالشكل ده. هتلاقوه اللينكات جت جنب بعض، تمام؟ اوكي. ان لاين بلوك هتتعامل معامله البلوك زي الدفات وزي الكلام ده كله. الهوم جت على اليمين، ده الترتيب الصحيح لان هي تيجي كده صح. الهوم اللي هي اول لينك حاطه يكون على اليمين. في ناس بتعمل ديسبلاي ان لاين ويلاقي هوم دي جت هناك ويقول انا كاتبها في الاول وهي جت هناك. الهوم ده كده الان لاين بلوك، بلوك تتعامل معامله البلوك كانها ديف، كانه عنصر لخواص الديف، فبيمشي بترتيب صحيح وبياخد اللي هو الدايركشن بتاع الصفحه اللي احنا عاملينه فوق هنا دايركشن ار تي ال. طيب نبدا نعرب الكلام بتاعنا ده وليكن الرئيسيه بدل اباوت هنكتب نبذه عنا مثلا الخدمات الشركه وبعدين راسلنا بالشكل ده. طبعا الخط وحش جدا، هننسق كل حاجه دلوقتي ان شاء الله. هنيجي دلوقتي نكتب الستايلنج الخاص باللوجو وبالناف. طيب اللوجو زي ما انتم شايفين الويتس بتاعته 80% 20% والتاني جاي تحتيه، احنا مش عايزينه تحتيه، احنا هنقول له هنا فلوت رايت عشان يجي على اليمين، والناف عندنا هنقول له فلوت ليفت مثلا ونشوف الشكل. الشكل جه زي ما انتم شايفين كده. طبعا ليه اللوجو طلع بره الهيدر؟ لان انا قلت لكم لو اي حد هيحط الفلوت جوه عنصر لازم يعمل له اوفر فلو هيدن. هنيجي عند الهيدر هنعمل له اوفر فلو هيدن ونرجع للهيدر هنلاقيه اتظبط زي ما انتم شايفين كده لانه عالج الفلوت اللي جوه. تمام، نبدا ننسق الالوان وننسق الخط الخاص بالنافيجيشن. هنيجي عند النافيجيشن ونيجي عند اليو ال واللي احنا قلنا له اليو ال لي ديسبلاي ان لاين بلوك، بعدين هنقول له مثلا بادنج 10 بكسل للليست. الليست نفسها بقت 10 بكسل، وبعدين هنعمل برضو مارجن عشان تبعد العنصر عن بعضه من بره مش بس من جوه. هقول لكم ليه من بره كمان مش بس من جوه. لو افترضنا ان انا عملت هوفر لما اجي عليها مثلا، لما اجي على الليست تعمل لي خلفيه ليها بالشكل ده، شايفين؟ انا الهوامش الخارجيه دي هي الهوامش اللي هتخلي اللينكات مش لازقه ببعضها بالشكل ده، انا مش عايزهم يكونوا لازقين في بعض. فهعمل هوامش كمان خارجيه. بادنج 10 بكسل ومارجن مثلا 5 بكسل. ما يكونش برضو ايه كبير. بالشكل ده، تمام؟ هننسق بقى اللي هو اليو ال نفسه. مش اللي. هيدر ناف يو ال. اليو ال نفسه زي ما انتم شايفين طبعا واخد مساحه تحتيه كبيره جدا، فهعمل له مثلا مارجن توب مثلا 50 بكسل بالشكل ده عشان اعمل له كمان من على اليمين مارجن 50 بكسل من فوق و50 من على اليمين، تحت 0 شمال 0.
القيم الناس مش عارفة المارجن، اول واحدة فوق، تاني واحدة يمين، تالت واحدة تحت، رابع واحدة شمال، وهعمل ريلود بالشكل ده وهبدأ ان انا اغير الخطوط. حاليا انا مش عندي خط من خطوط جوجل اللي هي شكلها جميل، ممكن استخدم الخط الخاص بالويندوز عندي مثلا تهومة، وممكن استخدم الويب فونت الخاص بجوجل. طيب تعالوا مثلا نستخدم الخط اللي هو الخاص بجوجل، خط جميل زي مثلا درويد، خط الدرويد جميل جدا وفي العربي تحفة. هاجي هنا درويد عربي كوفي، ده الخط، هاخد ملف السي اس اس بتاعه هحطه عندي في الاتش تي ام ال فوق خالص مثلا، وليكن هنا، وهكتب عليه جوجل ويب فونت. لاين كليل يساوي، طبعا الخط عند جوجل مش عندي انا، فمش هحطه جوه سي اس اس، هحط اللينك بتاعه من جوجل. وفي طريقه طبعا ان انا اسحب الفونتات دي عندي واستخدمها، وادي ده الفونت نفسه، الكود الخاص بسي اس اس عشان استخدم الفونت. وهاجي في سي اس اس هنا هقول له فونت فاميلي درويد عربي كوفي بالشكل ده. طبعا الخط اتغير وجاب الخطوط بتاعت جوجل، وهديله مثلا بولد فونت ويت بولد مثلا، وهكبر الخط شوية بحيث يوصل للشكل اللي انا عايزه. فونت سايز مثلا 22 بيكسل حجم الخط مثلا بالشكل اللي قدامنا، طبعا كبير احنا هنعدل على ده كله بس نوصل للفكرة ومضمون يعني ايه تصميم تمبلت. وليكن 18 كويس تمام. ونبدأ بعد كده ننزل تحت شوية نكمل باقي التمبلت قبل ما نرجع ونحط الرتوش بتاعتنا عشان التمبلت يطلع بشكل جميل. بعد ما خلصنا الهيدر وخلصنا اللينكات الخاصة بالهيدر، عندنا تحت شوية عندنا السايد بار، عندنا البرودكت. السايد بار هيكون جواه ويدجت، الويدجت دي ليها تايتل وليها كونتنت محتوى. طيب انا هاجي هنا هقول له ديف كلاس بيساوي ويدجت، هعمل بقى ويدجت جديده اللي هي المفروض هيكون فيها العنوان الخاص بالاقسام وتحت مثلا قائمه الاقسام وليكن، وتحت الويدجت دي هيكون فيه ويدجت تانية وثالثه وهكذا. طيب هاجي عند السايد بار بقى، ندخل على السايد بار، خلينا نكبر حجمه شويه، بدل 20 هخليه 25، وهشيل 5 من ال 74، في النهاية المجموع يكون 100، 25 و1 26 و74 يبقوا 100 كده مظبوط. هبدأ بقى أشيل الألوان، هشيل اللون الباك جراوند ده ملوش لازمة، وهشيل اللون الخاص بالبوست كمان برضو ملوش لازمة. هنشوف الشكل طبعا بقى كله، الشكل هيكون كله واحد زي ما انتم شايفين اللي هو شكل الخلفية بتاعتهم. وهبدأ أحط تحت السايد بار دوت كونتنت دوت سايد بار دوت ويدجت، الويدجت دي اللي انا هعمل فيها قائمة الاقسام والكلام ده كله. طيب الويدجت دي عبارة عن بوكس ليه لون معين مختلف عن الالوان اللي قدامنا هنا دي، هقول له مثلا الويدز بتاعته 90% عشان ما يملاش الشاشة كلها ويكون برضو في مسافات بينهم. هقول له الباك جراوند بتاعته ابيض، هقول له البوردر بتاعته 1 بيكسل سوليد شباك 3 سي مثلا كده. عملت انا الويدجت، هقول له جوه الويدجت عندي حاجتين، عندي التايتل اللي هو الخاص بالويدجت، وعندي تحت التايتل اللي هو الكونتنت الخاص بالويدجت تمام. طيب نيجي تحت الويدجت هنا اهي، هعمل لها تايتل، هقول له ديف كلاس بيساوي تايتل، التايتل الخاص بالويدجت هكتب عليه مثلا قائمة الأقسام، وتحت التايتل هعمل ديف كلاس بيساوي مثلا داتا
الداتا اللي هيكون فيها مثلا، هكتب جواها تيست، الداتا اللي هيكون فيها قائمة الأقسام أو محتوى الويدجت ده إيه أيا كان. وبرده هعمل اللي احنا اتفقنا عليه، هقول له start widget، وتحت قبل الديف ما ينتهي، بعد الديف ما ينتهي هقول له end widget. كده عرفت ان الكود ده خاص بالويدجت، وده السايد بار. الموضوع واضح وبسيط ومفيهوش اي مشكلة. طيب عملت انا قائمة الاقسام، عملت التست، فاضل لي انسق التايتل نفسه، وفاضل لي انسق الداتا. طيب جوه الويدجت ملاحظين انا عامل نظام النستنج عشان كل شيء يكون تحت بعضه، كله دوت تايتل. التايتل ده اللي هو عنوان الويدجت نفسها، هديله مثلا باك جراوند لون زي التلات اتنينات دوت، والكلر يكون ابيض مثلا، والبادنج مثلا 5 بكسل من فوق ومن على اليمين 0، واقول له تكست الاين سنتر عشان الكلام يكون في النص. ده التايتل. ونيجي نشوف ايه اللي بيحصل. ادي القايمة جت قدامي مظبوطة، فاضل ان انا اغير الالوان، فاضل ان انا اغير المساحات اللي حواليها الهوامش، فاضل ان انا احط محتوى جواها. طيب اوكي، ايه رأيكم ان احنا نخلي الخط الفونت فاميلي الخاص بالدرويد دوت يكون فونت عام للصفحة كلها، بحيث ما نقعدش نغير الخطوط. وهاجي عند البودي هنا وهخلي الخط ده خط عام للصفحة كلها، بحيث كل شيء ياخد الخط ده، انه خط جميل ومش وحش. طيب عملنا عندنا الويدجت بالشكل ده، وبعدين هاجي عند الويدجت تاني، هرجع لها. ادي الويدجت هي واخدة ويدث 90%، هعمل لها مارجن 10 بكسل اوتو. زي ما انتم شايفين الويدجت عملت 10 بكسل من فوق ومن على اليمين والشمال اوتو عشان تيجي في نص السايد بار بالشكل اللي قدامكم ده. اوكي، هنزل تحت في الويدجت دي بدل تيست، هعمل قائمه الاقسام. نفس القائمه اللي فوق دي هاخدها زي ما هي كده، نفس القائمه بالظبط، مش هعمل فيها اي شيء. بس لاحظوا معايا ايه اللي هيحصل. القائمه زي ما انتم شايفين جت تحت بعض، ما جاتش ليه منسقه من يعني يمين كده ان لاين بالشكل اللي انتم شايفينه، لاني لما جيت انسق ده بقى فايده نظام النستنج. لما جيت انسق في الهيدر حددت له، قلت له الناف يو ال، ما قلتلوش اي يو ال تعملها لي كده، قلت له بس اليو ال اللي جوه الناف، فاي يو ال تانيه هو مش هيعمل فيها الكلام ده. طيب ندخل بقى على ان انا انسقها. هاجي عند تحت التايتل هكتب دوت داتا، الداتا اللي هي البوكس اللي تحت التايتل اللي جواه الاقسام دلوقتي اللي احنا لسه عاملينه. وجوه الداتا دي عندي يو ال، اليو ال نفسها اللي هي جواها، هقول له مثلا لاين هايت مثلا 200% اللي هو ارتفاع الخط مثلا. اوكي طيب اللينكات طبعا زي ما انتم شايفين شكلها لازقه في البوكس على اليمين، اقدر ان انا احركها طبعا بان انا اعمل ليه هنا، مفيش داعي لللاين هايت دلوقتي، هو اصلا في مسافه بينهم كبيره. هقول له بادنج رايت وليكن 10 بكسل بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين بعدت اهي، اللينكات خدت مساحه، الهوامش الداخليه على اليمين. وبعدين اقدر بتأثير الهوفر ان انا اعمل حركة حلوة فيها، ان انا لما اجي عليها اتحكم في البادنج ده يروح يمين او شمال او ايا كان. طيب تعالوا نحط ويدجت تاني تحتها، ادي ويدجت هاخدها كلها كابي، واعمل واحدة تاني تحتها، اعمل ريلود قائمة الاقسام. عملت واحدة تاني اهي، بدل قائمة الاقسام تحت هكتب مثلا وليكن مثلا صورة، هكتب كلمة صورة عشوائية بس عشان الناس تعرف فايدة الويدجت. هكتب مثلا بلاش صورة عشوائية، ايه رأيكم نكتب منتج عشوائي عشان نحط هنا منتج من المنتجات اللي احنا المفروض هنعرضها في البوست مثلا. وهكتب بداله كلمة تيست لحد ما نجيله، وهنشوف زي ما انتم شايفين قائمة الأقسام تحتها كلمة منتج عشوائي، وأقدر أحط بوكس تالت أكتب فيه المواقع الاجتماعية مثلا. أوكي تمام جدا،
هعمل ويدجت تالتة هكتب فيها هنا بدل منتج عشوائي هكتب المواقع الاجتماعية، وبرضو هسيب فيه كلمة تيست. وممكن بقى هنا في الكومنت هكتب start category، هكتب start category widget end category widget، تحتها start random product مثلا منتج عشوائي widget، وبعدين end برضو نفس الموضوع end random product widget، بعدين start social bookmark widget end social bookmark widget. كده حددنا كل widget عبارة عن ايه بالظبط، والتلاتة قدامنا زي ما انتم شايفين. هندخل على البوست دلوقتي، لسه فيه رتوش، هنرجع للالوان، هنرجع نعمل كل الكلام ده كله، هنرجع نعدل في الالوان، بس فاضل دلوقتي هندخل على اللي هو البوست اللي هيكون فيه منتجات، اللي هو البرودكتس. البرودكتس ده هيكون جواه مجموعة منتجات جنب بعض. مجموعة المنتجات دي هكتب ديف كلاس بيساوي برودكتس، برودكت واحد بس اللي فوق برودكتس مجموعة المنتجات. البرودكت ده هيكون فيه كل حاجة واحدة بس هيتكرر يملى الصفحة. خلينا نشوف البرودكت ده احنا هنحط فيه ايه. البرودكت ده هنحط فيه صورة وتحتها شوية كلام، يعني صورة منتج او كتاب او اي شيء، وتحت الكتاب ده هنحط معلومات عنه، كلمة انفو او ايا كانت. طيب تعالوا نكتب image source بيساوي، ونروح جوجل نجيب صورة غلاف اي كتاب. هنكتب في الايمجز مثلا css book مثلا، تمام جدا. ادي كتاب عن css زي ما انتم شايفين، هسيبه عندي جوه الايمجز وهسميه مثلا cover دوت جي بي جي. طيب وهاجي هنا image source بيساوي images slash cover دوت جي بي جي، alt بيساوي product اللي هو alternative text. كده انا حطيت الصورة، تحت الصورة هعمل span هكتب فيها info more info، وبعدين هاجي عند الصورة نفسها ابدأ انسقها اشوف هي هتاخد قد ايه. شايفين الصورة طبعا في مشكلة في الصورة، واخدة مساحة كبيرة، وبعدين الانفو مش تحتها. طيب الانفو مش تحتها لان انا عملت سبان للانفو، السبان مش بلوك، مش زي الديف. لو عملت دي ديف هتنزل تحت الصورة، لكن هي مش ديف. فانا هعمل ايه، هاجي عند البرودكتس وابدأ انسق بقى، هعمل content dot product products، بعدين dot product المنتج نفسه. واقدر برضو يا جماعة مش لازم اكتب الاب، اقدر اكتب content dot product على طول اللي هو اسم المنتج على طول، لان هو مش موجود في مكان تاني. بس انا بقول من باب التنظيم ان انت يبقى عندك الترتيب الشجري يعني بالمسطرة، ما يكونش فيه غلطة. product اهو ده المنتج بتاعي، ده البوكس الخاص بالمنتج نفسه. البوكس ده نفترض ان انا عايز احط منتجين في الصفحة او اربع منتجات، هقول له ويتس 25%. ويتس 25% من الكونتينر اللي هو جواه، يعني من البوست اللي هو جنب السايد بار ده، وهقول له فلوت رايت. وتعالوا نتفرج بالشكل ده، البوكس زي ما انتم شايفين واخد 25%، وخلينا نخلي الصورة بتاعته الايمج اللي جواه نفسها عشان ما تكبرش تاخد ويتس 100%. هقول له ماكس ويتس، الماكس ويتس الخاص بالصورة 100%. كده الصورة اللي جوه البوكس ده مش هتطلع عن البوكس نفسه. شايفين صغرت ازاي؟ جت على قد البوكس بالظبط. طب تعالوا نعمل البوكس ده كديباجينج، بس نعمل له خلفية ونشوف ايه اللي بيحصل. للديباجينج ليس الا، هنشيل الخلفية دي دلوقتي. شايفين البوكس اهو، الكلمة جواه اهي. ليه الكلمة نزلت تحت؟ عشان الصورة ماكس ويتس 100%، خدت ال 100% والانفو تحتها اهي زي ما انا عاملها. وبعدين هقول له تكست الاين
سنتر، عشان كلمة انفو تنزل تحت تبقى في النص، اسف بالشكل ده. بعدين هاخد نسخة من المنتج ده اكررها مثلا 8 مرات. ده المنتج اهو، 1 2 3 4، واخدهم كلهم تاني عشان يبقوا 8 مرات بالشكل ده. انا بتمنى يا جماعة يطلع مشاكل في التصميم عشان نعرف نعالجها مع بعض. شايفين البوكس طلع بره البوس نفسه اللي انا مديله اصلا مساحة عشان انا مديله هايت. هنرجع للكونتنت نفسه، انا قايل له هايت 500. طب ما تيجي نقول له مينيمم هايت، يعني انا اقول له بقى مينيمم هايت مش هايت بالشكل ده. طبعا مينيمم هايت، هنبدا نشوف ايه اللي بيحصل هنا. ادي الكونتينر تمام، الهيدر، الكونتنت اهو، الكونتنت اهو، نشوف واصل لحد فين. شايفين واصل لحد فين، واعمل له انا مينيمم هايت 500 واوفر فلو هيدن تمام. لاغي الاوفر فلو هيدن، شايفين لما بلغيها بيطلع بره البوكس عادي. اللي عامل المشكله دي الكونتينر نفسه الكبير اللي هو مالي المساحه دي اللي هم اصلا جواه. هندخل على الكود وهنشوف كل حاجه. دي صفحه المنتجات، جواها برودكتس. تعالوا عند البرودكتس نروح لكل حاجه ونشوف. ادي برودكتس اهي، فلوت ليفت، عامل له ان هايت. شايفين ده الخاص بالتخطيط، هشيل الهايت، هعمل ريلود. شايفين كبر اهو، ما فيهوش اي مشكله. اي منتجات احطها تاني هتنزل تحت. طيب تعالوا نجرب، يمكن انا كلامي غير صحيح. هحط تاني 8 تاني تحتهم، شايفين ما حصلش اي مشكله، نزلوا تحت بعض لاني لغيت الهايت. الهايت ساعات بيكون مؤذي، ساعات مش مطالب ان انت تعمل هايت تمام، ساعات مطالب بس ان انت تخلص البوكس تظبطه وما تعملش هايت ولا ويتس. هو هياخد الفول ويتس اللي هو فيه وهيطلع الهايت، هيطلع معاك طول ما انت بتزود منتجات. ساعات اقول له هايت اعملي المشكله اللي انت شفتوها دي، الهايت في اوقات معينه بس اللي تضيفه فيها لما تكون فعلا محتاجه يكون الهايت ده. طيب طبعا المنتجات زي ما انتم شايفين شكلها وحش ولازقه في بعض جدا وعامله مشاكل صح. طيب تعالوا نشوف نعالج المشكله دي ازاي. لو البوكس ده حجمه 25 وعايز انا اعمل له مارجن ليفت 1% من مساحه اللي هي الصفحه. طيب انا قلت له ويتس 25%، هقول له مارجن داش ليفت 1%. وتيجوا بقى نشوف الرياضه هنا، الرياضه هنا تحسب لنا الموضوع. طبعا مش هيجوا جنب بعض زي ما انتم شايفين، 25% وبعدها 1 وبعدها 1 وبعدها 1 واخر واحد هيكون برضو 1، يعني في 4% متشالين من 100، يبقى فاضل لنا كام؟ 96. طيب تعالوا نفتح الآلة الحاسبة ونكتب 96 على 4 يساوي كام؟ سوري، 96 على 4 يساوي 24. طيب تعالوا نكتب الويتس 24% والمارجن ليفت 1 ونعمل ريلود. شايفين اتظبطت ازاي؟ اتظبطت ولا ما اتظبطتش؟ اتظبطت، لان هما في النهايه مجموعهم 100%. طيب لو انا قلت له مارجن ليفت 2% يبقى خلي ال 24 دي 23 بالشكل ده. طيب تعالوا نحسبها، 23 و23 46 و46 يبقوا 92، 23 و23 اسف 46 و46 مظبوط، يبقوا كام؟ 80 و6 86. بعدين 2 و2 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 دول 8، 23 في 4 ب 92 صح، 92. 23 في 4 ب 92 و4 اتنينات اللي هي المارجن 8 يبقوا 100% بالظبط. في النهاية بعيدا عن الرياضة، لو ما جوش 100% هينزل تحت البوكس، هينزل تحت. طيب البوكس دلوقتي معمول له مارجن من الشمال عشان يتظبط، نعمل له كمان مارجن من فوق، مثلا مارجن توب وليكن مثلا 10 بكسل.
بالشكل ده برضو لسه في مسافات، يعني تحسوا ان هي لسه المسافات برضو تحسوا ان هما لازقين في بعض كتير يعني. فممكن نخلي المارجن توب مثلا 20 بكسل، ونخلي الليفت 3% مش 2%، والويتس بتاعي يكون 22، مفيش مشاكل. المهم يكون المسافة بينهم كبيرة بالشكل ده، شايفين كده المسافة بينهم اتظبطت، بقى في مسافة حلوة من فوق وفي مسافة حلوة من على الشمال، وبقى المنتجات مظبوطة. طيب البوكس نفسه اللي هو فيه المنتجات اللي هو البوكس ده، اقدر ان انا اعمل له بادنج مثلا 10 بكسل، 0 10 بكسل من فوق عشان يعمل مسافة بينهم كده، المسافة اللي انتوا شايفينها فوق والمسافة اللي انتوا شايفينها تحت. طبعا تحت صغيرة وفوق كبيرة، فممكن انا اخلي المسافة من تحت بس، يعني فوق 0، على اليمين 0، تحت 20، على الشمال 0، فوق يمين تحت شمال، وبعدين هعمل ريلود هيطلع بالشكل ده. شايفين ادي المنتجات اهي، ادي القايمة بتاعت الاقسام، ادي المنتج عشوائي هيكون من دول، وادي تيست. طيب ناخد صورة تانية عشان ما يكونش الشكل يعني شكله وحش. هعمل مثلا CSS book وابحث في الصور، ناخد غلاف كتاب تاني نحطه في العشوائي، وليكن مثلا الكتاب ده اي كتاب يكون مالي الشاشة، يكون اسود، يكون شكله حلو مثلا وليكن دوت كويس. وهعمل سيف، هسميه راندوم برضو في مجلد الصور عشان كل شيء يكون مظبوط. وهاجي في ال HTML هروح عند الويدجت اللي هي فيها منتج عشوائي، واحط فيها كود الصورة image source بيساوي images slash وبعدين random dot jpg، دي الصورة بتاعتي. alt بيساوي random product، وبعدين حاجة عند الداتا. وطبعا هنحتاج يا جماعة نصغر الصورة لان هي هتعدي الويدجت، هتعدي مساحة الويدجت بالشكل ده مظبوط. هحتاج ان انا اجي عند الداتا، يعني هاجي عند الويدجت، هرجع للويدجت تاني، فين الويدجت؟ هيدر كونتنت سايد بار ويدجت، ادي الويدجت اهي وعندي الداتا اهي. هاجي عند الداتا وهقول له ايمج، الايمج اللي جوه الداتا اللي جوه الويدجت، الداتا بتاعت الويدجت، هقول له مثلا ماكس ويدث مثلا 80% عشان برضو ما تملاش الويدجت، انا مش عايزها تملى الويدجت، عايزها تبقى في النص. وبعدين هقول له مارجن 10 بكسل اوتو برضو عشان تعمل مسافة من فوق ومن تحت وتكون في النص الصورة، في النص. طيب هنا الصورة زي ما انتم شايفين عملت ازاي. انا ممكن اجي هنا في الويدجت الخاصة بالداتا نفسها، بدل الكلام ده كله هقول له تكست الاين، هنا تكست الاين مفيش سنتر لانه هيأثر على التكست الاين سنتر، هيأثر على الليست التانية. طيب هنا ماكس ويدث 100%، وبعدين مفيش مشكلة، خلينا نعملها تكست الاين سنتر، بعدين هاجي هنا جت الصورة في النص وجت اللينكات في النص، تمام مفيش مشكلة. ممكن انا هنا في اليو ال بقى نفسها اقول له مثلا تكست الاين رايت للينكات بالشكل ده. وميزة ان انا عملت الويدجت تكست الاين سنتر، ميزتها ان كل حاجة هتجيلي في النص كده كويس زي المواقع الاجتماعية كده كويس. يبقى اللي احنا عملناه هنا، خليت الداتا، الداتا اللي هو البوكس ده اللي تحت كلمة منتج عشوائي، اللي هو البوكس ده اللي فيه الاقسام، اللي هو البوكس اللي فيه كلمة تيست، خليت التكست الاين بتاعه سنتر، الكلام هيجي في النص، والتايتل برضو الكلام في النص، وخليت الاقسام اللي هي اليو ال اللي هي قائمة الأقسام دي تيجي على اليمين عشان في النص شكلها يكون مش حلو كده. عندنا منتج عشوائي، فاضل لنا المواقع الاجتماعية، فاضل لنا الفوتر ونص الحقوق. طيب
الفوتر عندنا مفيش مشكلة فيه، خلينا في المواقع الاجتماعية. هنستخدم أول وأجمل حاجة في مكتبة الفونت أوسم دلوقتي حالا. هنيجي في صفحة الاندكس عند المواقع الاجتماعية، وهندخل على الموقع بتاع فونت أوسم، هندخل على كلمة ايكونز ونشوف الايكونز بتستخدم ازاي. دي الايكونز اللي قدامكم كلها، وادي الويب ابليكيشن تحت خالص، فايل تايب، سبينر، فورم، كرنسي، تكست، كل دي انواع الايكون. والبراند، البراند دي هتكون فيها الحاجات اللي احنا محتاجينها زي الفيسبوك زي الكلام ده كله. طيب الايقونه بتستخدم ازاي؟ هنشوف حالا. خلينا نكبر شويه الخطوط الخاصه بالفونت عشان الناس تشوف كده مثلا، ونبدا نشوف البراند بتاعنا. عندنا هنا الفيسبوك اهو، ادي الفيسبوك، هنفتحه صفحه جديده. عندنا ايه تاني غير الفيسبوك؟ عندنا مثلا موقع اللينكد ان، عندنا في طبعا تويتر، ادي تويتر اهو، وادي تويتر في بوكس، وعندنا اخر حاجه اليوتيوب. وكده يبقى تمام قوي. وناخد زي ما انتم شايفين دي الايكون بتستخدم بالطريقه دي، اي كلاس اف اي واف اي فيسبوك سكوير، ده اسم الايكون. دي الايكون بتستخدم بالشكل ده، مجرد ان انا احط الكود بتاعها بس. ادي كود الفيسبوك، وادي كود اللينكد ان مثلا، وبعد كده ادي كود التويتر، واخر حاجة عندنا اللي هو اليوتيوب، ادي لينك اليوتيوب. وبعدين نشوف الشكل قبل ما نبدأ احنا نعمل اي حاجة، نشوف الشكل، ادي الشكل بتاعنا. طبعا الايكون صغيرة جدا. تمام، في حاجة how to use في الايكون، اقدر احجم الايكون، اقدر الونها. ميزة المكتبة دي، ميزة المكتبة دي يا جماعة ان الايكون دي فونت، عبارة عن فونت، اقدر الونه واقدر اكبره واعمل فيه اللي انا عايزه. دي المساحات بتاعتي، عندي حاجة اسمها FA داش لارج، ان الايقونة تكون كبيرة. طيب تعالوا نجرب، احط الكلاس بتاع اللارج اهو، مسافة، والكلاس الخاص باللارج. ادي اللارج، كبرت الايقون شوية. عندي حاجة اكبر من اللارج شوية اسمها 2X، تعالوا نجرب ال 2X، ادي 2X. بعدين نشوف شكلها هنا، شوف ايه المناسب لينا. 2X برضو جميلة كويسة، ما فيهاش مشكلة. تمام، وبعدين هاجي، لاني لاحظت حاجة، هاجي في الداتا تكست الاين سنتر، وهعمل بادنج مثلا 5 بكسل من فوق وزيرو من على اليمين، من فوق ومن تحت، عشان شايفين الشكل في المواقع الاجتماعية، شايفين في فوق فراغ صغير وتحت كبير، ممكن اعالجه بان انا اعمل بادنج او اي شيء. ميزة الحاجات اللي انتوا شايفينها دي مش مجرد صورة، يعني ميزتها ان هي خط اقدر اكبر فيه. هنشوف حالا دلوقتي، ادي الكلاس اهو، فونت سايز شايفين، اقدر اكبر فيه واعمل فيه اللي انا عايزه، لانه مش مجرد ان هو بس صورة، هو ايكون واقدر الونه. ادي كولر شباك مثلا لون احمر بالشكل ده، لون ازرق، هي صورة اتحكم فيها زي ما انا عايز، هي صورة شكلا لكن في الكود هي خط عادي جدا، اكبره واعمل له لاين هايت، اعمل كل خواص الخط فيه. طيب زي ما انتم شايفين يا جماعة، خلصنا كل الكلام ده كله، خلصنا الاقسام، خلصنا المنتجات، منتج عشوائي، مواقع اجتماعية. فاضل لنا اخر حاجة، هي نص الحقوق. حاجة عند الفوتر كابي رايت 30، مش هعمل هايت، خلاص اتفقنا مفيش هايت. هعمل بادنج، بادنج 10 بكسل من فوق ومن على اليمين 0، والكلر لون مثلا زي اللون اللي هو ال3 تسعات ده. تمام، وهاجي في الاندكس، هاجي عند الكابي رايت، هكتب جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم مثلا، وهاجي هنا بالشكل ده، ادي الحقوق اهي، الكلمة مكتوبة والبادنج سليم، فاضل بس ان انا اوسط الكلام
هعمل له تكست الاين سنتر، ادي تكست الاين سنتر بالشكل ده، وكده الموقع زي ما انتم شايفين خلصان. الحته اللي هنا دي الفوتر نقدر نحط فيها اي شيء يخصنا. انا بوري لكم ان ازاي تتقسم، يعني انا اقدر هنا وليكن مثال بسيط جدا جدا، هقدر ان انا اخد مثلا قائمة الاقسام دي، وهاجي في المنطقة اللي هي اسمها انفو وهحطها هنا بالشكل ده واسميها قائمة الاقسام، وهاجي قبلها اعمل h3 واكتب اقسام الموقع، ونبدأ قبل ما نسق زي ما اتفقنا دايما قبل ما نسق ابدأ اشوف الشكل. تمام، شايفين طلعت براها لان انا محدد لها هايت معين في التقسيم. هاجي عند الانفو واشيل الهايت، خلاص اتفقنا مفيش هايت، كل حاجة هتاخد الهايت الخاص بيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. هاجي هعمل لها الانفو دي UL، اليو ال الخاصة بالانفو هعمل لها مثلا مارجن 10 بيكسل من فوق 10 بيكسل من على اليمين والباقي اصفار كده. تمام، عندي جوه اليو ال عندي اقسام الموقع دي في خط ممكن احطه تحتها يجمل شكلها. ازاي يجمل شكلها؟ هاجي عند الفوتر انفو h3 اللي هو الهيدنج 3، هقول له مثلا بوردر بوتوم 2 بيكسل سوليد مثلا لون زي ده كشكل، بس نشوف طبعا اللون كبير زي ما انتم شايفين، 1 بيكسل كفايه لون يكون قريب من اللون دوت، ونديله طبعا زي ده برضو مازال يعني لون غامق جدا، ممكن مثلا 3/5 بالشكل ده، او ده لون يعني يعني حلو شويه مع اللون اللي ورا، وبرده نديله ويتس بقى للهيدنج دوت عشان ما ياخدش المساحه الى ما لا نهايه. بالشكل ده طبعا كلمه الموقع نزلت تحت. طبعا المفروض هنا، المفروض هنا ان انا ما اديش ويتس للهيدنج نفسه، المفروض ادي ويتس للبوكس اللي شايل الهيدنج واللينكات اللي تحتيه. طيب انا لو ليه هو هنا، يعني ليه هو هنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ليه واخد ليه البوردر واخد الصفحه كلها لحد الاخر؟ لان البوكس اللي جواه كلمه اقسام الموقع والرئيسيه واخد المساحه كلها، ملوش ويتس معين. تعالوا في ال HTML عندي كالفوتر انفو، الانفو ده هو الفوتر كله اللي هو المساحه كلها. لو انا حطيت بوكس معين يلم بس الاقسام دي بالشكل ده، هسميه مثلا ديف كلاس بيساوي بوكس كده، وجوه البوكس ده احط انا الحاجات دي كلها اليو ال والديف بالشكل ده، هيختلف الموضوع. تعالوا نحط للبوكس ده، هشيل انا خلي البوتوم البوردر مفيش مشكله، هاجي عند الفوتر انفو دوت بوكس، البوكس الكبير اللي اتفقنا عليه هديله ويتس 33%، المساحه اللي انتم شايفينها قدامكم دي تلت البوكس، 33 دوت 3 و3 تلاتات ارقام عشريه هتاخد تلت البوكس، وهقول له فلوت رايت كده. بقى عندي البوكس اقدر احط تلات بوكسات في الانفو جوه الانفو، والانفو نفسه هقول له اوفر فلو هيدن، والناس طبعا اكيد فاكره ليه، لان العناصر اللي جواه كلها معمول لها فلوت. وهاجي عند البوكس ده وهكرره 3 مرات، بعدين نشوف ايه اللي حصل. زي ما انتم شايفين كده اقدر اعمل ايه في الفوتر، اقسام الموقع، اقدر احط مواقع اجتماعيه هنا، اقدر احط هنا منتج صوره عشوائيه برده مفيش مشكله، وطبعا البوردر دوت ملا الشاشه برده لان البوكسات كلها جنب بعض، برده اقدر اعمل فروق بينهم، واقدر ان انا اخلي البوكس ده بدل 33% ممكن اخليه بس 30%. تعالوا نتاكد، هاجي بدل 33 هخليه 30 بس مش 33، وبصوا معايا هتلاحظوا ان البوتوم البوردر اللي تحت ما ملاش الشاشه،
لانه واخد 30% من الشاشة بس من البوكس الكبير، فما ملاش الشاشة، فتحس ان هو لازق في بعضه بالشكل ده لان التلاتة لازقين في بعض. طيب لو انا عملت مارجن داش ليفت 1% اللي هي الواحد اللي شلناها من 33، بصوا كده هتلاقوا في مسافات بانت اهي تحت البوردر الخاص بالهيدنج، ما بقتش موجودة في مسافة، ما بقوش لازقين في بعض. المسافة دي هي 1% اللي انا كتبته. طب لو عملناهم 3% اللي هي الفروق بينهم، هتلاقوا المسافة كبرت الخاصة اهي، المسافة الخاصة اللي هي 3% بين كل بوكس والتاني. وكده زي ما انتم شايفين عملنا تمبلت بسيط، طبعا مش تمبلت واو، بس فهمنا الفكرة، وبإذن الله تكونوا استفدتوا اي معلومة ولو بسيطة منه، وعرفتوا الطريقة الصحيحة ان انا اقسم التمبلت. التقسيم ده غير معقد، ميزته ان كل حاجة فيه دايناميك. لما اجي اعمل هنا انسبكت للاليمنت، هاجي امسك بوكس زي البوست دوت البرودكتس، وبدل ما اخليه 74 اخليه 73. هنلاحظ معايا ان البرودكتس مش هتبوظ لانها واخده مساحات ديناميكيه منه. طب لو كبرناه على الاخر برضو مش هتبوظ، هينزل تحت طبعا لان مش واخد المساحه كلها، لكن المنتج مش هيبوظ. لاحظوا معايا كل حاجه ديناميك 100%، بيكبر معايا البوكس، تصغر يصغر معايا البوكس، كل حاجه تصغرها تصغر معايا، كل شيء ديناميك. لو عايز ازود المساحه دي هخلي مثلا ده 70%، واجي عند السايد بار ازوده شويه، اهو كل حاجه بتزيد معايا بدون مشاكل، كل حاجه دايناميك، الصوره بتزيد معايا، البوكس بيزيد معايا. ال 29 لو خليتها 35 هاجي عند البرودكتس اصغره شويه بحيث الاثنين يكونوا 100%، برده هلاقي كل شيء مظبوط ومفيهوش اي مشكله. البوكس الاصلي الكونتنت الاصلي مينيمم هايت، اقدر الغي الهايت خالص بدون اي مشكلة. اسف جدا، كل حاجة اقدر اعمل لها ديباج بسهولة. نشوف هنا ايه اللي عامل مشكلة، ادي الكونتينر، ادي المنتجات سليمة، السايد بار سليم، الكونتينت نفسه سليم، مينيمم هايت مثلا 700، تمام. يبقى الكونتينر نفسه اديله اوفر فلو، هيدن. انا نفسي يا جماعه يطلع لنا مشاكل كتير عشان نعرف ازاي نعالجها. ونشوف هنا ازاي نعمل ديباج، تمام. اللي عندنا هنا السايد بار اللي عامل فيه مشكله، لاحظوا معايا اني عامل له هايت، ادي الهايت، لغيت الهايت منه، الهايت عامل له مشكله، والمنتجات هنا مفيش هايت مظبوطه. طيب لو انا عملت السايد بار ده، لو زودت انا الحاجات اللي جواه بدون هايت، تعالوا اجي عند السايد بار ادي السايد بار هايت 500، هشيل الهايت، هعمل ريلود، تمام زي ما انتم شايفين اهو. طيب هاجي بعد كده في ال HTML نفسه هزود عدد الويدجت، دي الويدجت هاخد منها نسخة تانية او نشوف واحدة كبيرة زي الكاتيجوري، احط واحدة تانية مثلا، نعمل ريلود. حصل مشكلة؟ ما حصلش اي مشكلة، الهايت هو اللي كان عامل مشكلة. شايفين كل حاجة ما فيهاش هايت، كل حاجة دايناميك. لو حطيت 1000 منتج وحطيت 1000 سايد بار، كل حاجة هتنزل سليمة ومفيهاش أي مشكلة، لأن كل شيء دايناميك وفليكسبل، كل شيء ماشي مع التاني، مفيش حاجة بتعطل حاجة، كل شيء تشيله وتلاقي مكانه سليم ما يبوظش اللي جنبه، وكل شيء زي الفل. لو شلت السايد بار خالص 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 من الصفحة، تعالوا نيجي عند السايد بار أهو وشلته من الصفحة بالشكل ده، المنتج التاني سليم مفيهوش أي مشكلة ولا باظ. وبدل 74% اخليه 100% يملى الشاشه، والمنتجات اللي جواها تملى الشاشه وتكون سليمه، جواها مفيش حاجه تبوظ لان المقاسات دايناميك، اللهم الا المارجن ده لاني كنت عامله في السايد بار. يعني المقصود ان كل شيء بيكمل التاني، مفيش حاجه بتبوظ حاجه ولا في حاجه بتاثر على حاجه. النهارده ان شاء الله يا رب الدرس يكون ممتع، كان طويل شويه بس باذن الله يكون ممتع ويكون فيه معلومات جديده، واشوفكم ان شاء الله على خير وشكرا.